وفي مؤتمر صحفي على هامش القمة، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن قادة مجلس التعاون الخليجي حريصون على تعزيز دور المجلس ومكانته. وأضاف الجبير أن المجلس لعب دورا كبيرا ولا يزال في تنسيق المواقف السياسية بين دوله في اتجاه القضايا الإقليمية والدولية. كمان المجلس لعب دور كبير ولا زال يلعب دور كبير في تنسيق المواقف السياسية بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، سواء كانت دعم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في إنشاء حكومة توافق وطنية في لبنان، دعم أمن واستقرار العراق وتعزيز التعامل معه، دعم الأشقاء في سوريا للوصول إلى حل سلمي مبني على قرار مجلس الأمن 2254 فيما يتعلق في اليمن، وإيجاد حل سلمي ممثل في المبادرة الخليجية والحوار الوطني، مخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 فيما يتعلق بدعم الأشقاء في ليبيا، فيما يتعلق بمحاولة إيجاد تقارب بين باكستان وأفغانستان، فيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية التي تجمع دول المجلس مع دول كبيرة في العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وغيرها من الدول. فهذه أمور مهمة جدا. كما أن المجلس لعب ولا زال يلعب دور كبير في التعاون الأمني بين الأعضاء، سواء في مواجهة التطرف والإرهاب.